الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنشئ بمرسوم رقم 266 لسنة 2006، وله اختصاصات يعني محددة يقوم فيها. هي عبارة عن ثمان اختصاصات، من أهمها وضع خطط وسياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبعدين مساعدة في تنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى أن إحنا عندنا تنسيق كافة أعمال الخطط وتنفيذها بين جهات حكومية. عندنا أيضا وضع وإدارة منهجيات والمقاييس والأنماط في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات. نعم. وعندنا أيضا تدريب الكوادر البشرية، هذا من اختصاص الجهاز المركزي، تدريب الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. عندنا بالإضافة عندنا توعية عامة، برنامج توعية عامة خاص في تكنولوجيا المعلومات، كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطبيقاتنا العملية. بالإضافة إلى إحنا عندنا دراسة وإبداء الرأي الفني في الاحتياجات المالية والفنية اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذه أهم اختصاصات جهاز المركز تكنولوجيا المعلومات اللي يساعد الجهات الحكومية، بالإضافة على تقديم الاستشارات لأي جهة حكومية تطلب أي استشارة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إحنا طبعا على أتم الاستعداد لتقديمها.